انتقل الآن إلى الأسلوب. ما هو الأسلوب العلمي الذي يجب أن نتبعه في الكتابة الطبية العلمية؟ وكيف يختلف الأسلوب العلمي عن الأسلوب الإنشائي الأدبي؟ الأسلوب العلمي أسلوب يتميز بثلاثة ميزات أساسية. الميزة الأولى هي الوضوح. الأسلوب الأدبي الأسلوب العلمي يعطي قيمة كبيرة للوضوح، وضوح النص، ثم يعطي قيمة ثانية للبلاغة أو الإيجاز، وهو أيضا أسلوب يعتمد على الدقة. أسلوب واضح موجز بليغ ودقيق. الأسلوب العلمي هو أسلوب سلس ينساب كالنهر أي ينساب كالوادي، وبالتالي إن نسيتم خصائص الأسلوب فاذكروا الواد، إنك في الواد المقدس هو واد. واد معنى واضح، آل معنى موج إيجاز، ودا بمعنى دقيق دقة. إذا هذه الطريقة تجعلكم دائما عندما تكتبون نصا تصنعون تشيك ليست، وتتساءلون هل أنكم واضحين؟ هل أنتم متصفون بالإيجاز؟ وهل كنتم أيضا هل نصكم نصا دقيقا؟ الآن أتكلم عن الهيكلية، كيف أهيكل نصي العلمي؟ هذه الهيكلية تحتوي على سبع مقاطع. المقطع الأول هو الملخصات أبستراكت. المقطع الثاني الكلمات المفتاحية مثلي. المقطع الثالث المقدمة. المقطع الرابع المنهج. المقطع الخامس المعطيات. والمقطع السادس والمناقشة. والمقطع السابع هو المعاش. إذن هناك سبع ميمات. إذن هناك وادي السبع ميمات. تعرفون وادي الذئاب؟ سمعتم بوادي الذئاب؟ نعم. إذن المقال العلمي هو وادي السبع ميمات. وادي الميمات السبع. ما واحد ملخص أبسط. ما اثنين كلمات مفتاحية ماتش ووردز. ميم ثلاثة مقدمة انترودكسيون. ميم رابع منهج ميثود. ميم خمسة معطيات ريزولتا. وميم ستة مناقشة ديسكسيون. وميم سبعة مراجع ريفيرنس. إذا سأحدثكم فيما تبقى من الوقت عن السبع. إذا الميمات السبع كالدمى الروسية السبع. الدمى الروسية تتميز بأن كل دمية توضع في الدمية التي أكبر منها. الدمية الصغرى توضع في بطن الدمية الثانية، والدمية الثانية توضع في بطن الدمية الثالثة، أي أن هناك تناسق وهناك جدلية بين المقاطع. وبالتالي أوصيكم أن تهيكلوا نصكم بشكل سلس بأن كل مقطع يساعد القارئ